السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله. طبعا يا شباب، انت شفتوا اليوم الاحداث اللي هو تجميع قناع الهالوين، كلنا عرفناها، المركبات الفضائيه شفناها، يعني اشياء كثيره. لكن في شيء غريب انا ورهيب وصراحه خرافي في نفس الوقت. طبعا انتوا المركبات الفضائيه تروحون تصورونها، احيانا يجيكم 50,000، احيانا يجيكم 15,000، احيانا يجيكم مكافآت. لكن وش اللي انا لاحظته، انا تابعت الفيديوهات حقت تي سيريس، وانا الى الان ما صورت الا مركبه واحده، ما طلع الا مركبه واحده فقط صورتها، وباقي مركبات. لكن عندكم هنا وش يقول الحين؟ يقول لك اليوم داي 17، اليوم 17 يتغير الجو، يوم يعني يوم 17، يعني بعد ما تصورون 17 مركبه فضائيه وش يسوي الجو؟ الجو يصير رعب، مرعب، نفس يتغير الجو، السماء تصير بني لونها كذا وبرق مع رعد. وش اللي يصير المميز في اليوم 17 او في المركبه 17 اللي تصورونها المركبه الفضائيه؟ مثلا هو جاء في المكان هذا، مثلا مو بشرط يكون المكان هذا، يمكن مكان اخر، ممكن يضبط في مكان اخر. وش سوى اللي هو داي 17 اللي هو اليوم 17 في اللعبه، والمركبه الفضائيه رقم 17، إذا صورتوها رقم 17 يتغير الجو. إذا تغير الجو، أول ما تشوف الجو تغير، يعني صار مو مطر كذا عادي نفس، لا مطر مع غبار، تصير السماء حق جراند نفسها تصير بنية كذا، رعب، أجواء رعب. يعني وش سواه المركبة الفضائية؟ كانت هنا، يعني وين المكان؟ كانت هنا المركبة الفضائية بالضبط في الموقع هذا، تشوفون هنا مع رعد ومطر وبرق. وش سوى هو؟ هو يركض كذا، شفتوا؟ وهي فوق، فوق هنا، فوق ال فوق النخل هذا وفوق المبنى هذا الصغير هذا، يركض هو بقوة. ويقول لك وين تركض، طبعا شو اسمه البلاط ذا فيه موية، والموية دي وش فيها؟ وش يقول لك هنا؟ يقول لك في المرحلة الثالثة اللي هو رقم 17، اليوم 17 المرحلة الثالثة، يقول لك إذا وضعت قدمك في شعاع ضوء أي جسم غامض فسيتم اختطافك. وش يسوي هو؟ جاء تاز من هنا، والله يكلكم الله يكلكم رجليه، تخبط في الموية ويطير رشة الموية تطير مع ذا. وش سوى؟ يوم جاء هنا المركبة الفضائية فوقه، اللاعب حقه رفع يديه كذا وسحبها شيء في السماء فوق، سحبها كذا وقال رفع يديه فوق، شيء اسطوري، سحبها لين تقريبا نص المبنى هذا فوق ورفع يديه كذا. وش سوى بعدين؟ جات الشاشه، لون الشاشه جاء شاشه اللعبه بيضاء، بعدين انطلع في مكان الله يكرمكم ما عليه الا شورت صغير. فهذا الحدث يقول لك نهايه الحدث، معناها 17 مركبة فضائية، معناها 17 يوم في اللعبة. طبعا اليوم في اللعبة في جراند يعادل 40 دقيقة، أعتقد 40 دقيقة صح؟ 40 دقيقة، 40 دقيقة في الحقيقة يعني. فشكل الجي تي سيريس ما شاء الله شكله جلس 10 ساعات يمكن أو 15 ساعة، علشان ذا ما شاء الله عليه صراحة، ما شكله طول وهو يلعب، اول يلعب ويسوي سيف يعني يغير الملابس ويرجع من جديد، الله اعلم. بس حبيت اعلمكم بالحدث هذا صراحه، شيء 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 رهيب مره. واذا شفت اي شيء ثاني ملاحظه ذكرتها لكم، بس ويعطيكم الف عافيه وفي امان الله.